تمام، يعطيكم العافية جميعا، كيف الحال؟ مرحبا، أهلا فيك، أهلا. كيف الحال؟ ست مين معي عفوا بس نحكي؟ أنا ثروة الشقي. هلا ثروة، هلا ثروة، معنا غيداء من مفتى الساكت، ومعنا صلاح من جمعية السلط، ومعنا هديل الزعبي، ومعنا هيام العوايشي، وسام عبد الكريم، والدكتور محمود علوان. يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية. الله هيام يعافيك عبد العوايش، الله. الله يعطيك العافية. أهلا فيك. تمام، زي ما احنا عارفين اليوم كان في عندنا اجتماع لجمعيات محافظة البلقاء بهدف نقاش أهم نقاط للمشروع، وأهم نقاط قاعدة هلا قاعدة بتدور حاليا بالمجتمع من خلال ترابط الجمعيات مع أرض الواقع، كيف شايفين الأمور مع فيروس كورونا قاعدة بتصير، ونشرح شوي عن برامجنا وعن مشروعنا، يعني اجتماع مبسط هيك بكون نقاش مفتوح معكم إن شاء الله. استاذ عبد الله إن كان شاء الله. الصوت شوي واطي، انا صوتك سامع بس واطي صلاح. وانا والله سامعك بس الصوت واطي. طب جرب غير اسمع، اتاكد انه السماعه على المايك الخارجي عندك او على السبيكر صار الله الخارجي. يعافيك. خليني اطلع وارد افوت مرة ثانية. يلا بانتظارك. هلا دكتور محمود، كيفك؟ تمام، هيك هيك صوت مسموع صلاح. صوتك واضح عبد الله، صوتك واضح. تمام. الو، الو، هلا. تمام سيد محمد، اهلا وسهلا فيك. اهلين، الله يبارك فيك، يعطيكم العافيه. يعافيك جميعا ان شاء الله، حياك الله. طيب، يعطيكم تسلم. العافيه، يعطيكم العافيه جميعا. انا عبد الله من الصندوق الاردني الهاشمي للتنميه البشريه جهد. طبعا شرفنا، زي ما اهلا. حكينا بنرحب فيكم جميعا، زي ما انتم عارفين هذا الاجتماع تبعنا هو الاجتماع لجمعيات محافظة البلقاء، قاعدين بنحاول نشوف كيف حاليا أزمة كورونا قاعدة عم بتأثر على أداء الجمعيات، وكيف ممكن نشبكها بالمشاريع اللي احنا قاعدين بنشتغل عليها، من حيث التدريبات اللي احنا قاعدين بننفذها داخل المناطق ضمن محافظة البلقاء، والمشروع اللي أنا دعيكم عليه راح أشرح لكم نبذة عنه بالبداية، ونشوف شو ممكن نتحدث، يكون النقاش مفتوح أكثر. تفضل. طيب، يعطيكم العافية جميعا مرة أخرى. إحنا عندنا مشروع اسمه التمكين الاقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة بالأردن، الهدف منه تدريب الفتيات من ثم إشراكها بالفرص المتاحة الوظيفية في سوق العمل. فالتنفيذ المشروع ممول من الحكومة الكندية، منفذ من قبل منظمة ويسك بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي. عندنا تدريبين، التدريب الأول اسمه منسق إداري طبي مدته 6 أشهر، والتدريب الثاني اسمه معاون رعاية صحية مدته 8 أشهر. بالطبع عند الانتهاء من التدريبين بيتم الامتحان من قبل وزارة العمل، وبعدين بتاخذ شهادة مزاولة من وزارة العمل. بالطبع المنسق الإداري الطبي 4 شهور نظري و2 شهر عملي، والمعاون الرعاية الصحية هو 8 أشهر 6 شهور نظري و2 شهر عملي. بعدها بيتم الالتحاق ضمن برنامج بعدين بيتم الانتهاء من البرامج التدريبية. تمام، لحد الآن الأمور واضحة.
تمام. هسه بدنا نعرف هيك نحكي كيف اداء الجمعيات الان، كيف شايفين الازمه اللي قاعده عم تمشي قاعده بتاثر بشكل ايجابي او سلبي عليكم والامور هاي كلياتها؟ يعطيكم العافية جميعا. بيداء اسمها جمعية موسى الساكت. هلأ بالنسبة للأمور ما بعد كورونا عم بتكون شوي صعبة إن نرجع نوقف مثل أول قبل كورونا، بس إنه عم نحاول بتعرف يعني بدنا نمشي مع الموج قد ما بنقدر مشان نكمل ونكفي. بتعرف هلأ دورنا إحنا كجمعيات معتمد دائما على الحشود، بس بنحاول إنه نستغني عنها عن الأونلاين، نحاول إنه إذا كان ولابد نستقبل الناس نستقبلهم ضمن مسافات بعيدة وبهذه الطريقة. تمام. فقاعدين بنشوف في اشياء قاعدين بنعاني منها. هل في صار مثلا تحدي مع دعوه الناس، الاشخاص خفوا اللي احنا قاعدين عم ندعيهم، بنشوف الامور هاي كلياتها ولا لا؟ بصراحه كثير عم بتكون اخف التعامل مع الناس، خصوصا لما تقولهم مثلا على الزوم او تطبيق معين بدك تقعد تشرح لهم، خصوصا انك بدك تراعي انه تفاوت المستويات في المجتمع، مش الكل عنده تطبيق جاهز، مش الكل عنده سلسة بالتعامل مع التكنولوجيا، فعم نواجه هاي الصعوبة انك تقعد تشرح له، بتعطي تفاصيل وبترجع كمان ما بيدخل او بلاقي مشكلة خلال الاجتماع نفسه، فهي كتير عم تكون صعوبات. تمام. طب يعني هلا قاعدين بنشوف في صعوبة اكثر في عملية الحشد، في عملية دعوة الناس وكيف نعرفهم على برنامج الزوم، وكمان ما بستبعد انه المناطق مختلفة بالصد، فيمكن يكون ما في عندهم انترنت متوفر دائما او الامور هاي كلياتها. صحيح صحيح بالضبط هذا اللي عم بيصير، حتى اذا كان في نت ما عم تكون تغطية قوية. تمام. فهذا بيكون الخلل الموجود عندنا. طيب ما بعرف كيف ممكن نوظف الان الاشياء اللي قاعدين احنا بنشتغلها ونحاول نساعد المرأة على انها نحكي نندمج في التكنولوجيا الجديدة هذا اللي قاعدة عم بتصير. شو رأيكم انتو؟ فعليا بتفق معك بهذا الحكي انا. طيب نسمع ست ثروة، نسمع هيام، نسمع الاصدقاء. يعطيك العافية عبد الله. هيام العوايشي معك جمعية سيدات وادي الناقة. عافيك يا رب يا ست هيام. يعطيك العافية. بداية حاب أشكرك عبد الله الفناطسة على جهودك مع صندوق الأردن الهاشمي لتوصيل وتمكين السيدات من أجل التشغيل. يعني البرامج اللي أنت ذكرتها قبل شوي إنه تدريب النساء على منسق إداري طبي أو رعاية كبار السن لتطوير قدراتهم من أجل التوظيف، خاصة البنات اللي مخلصات الثانوية العام توجيه الناجح ومش لقيت فرص عمل، فتدريبهم توظيفهم هذا إشي كتير إحنا بنسأله. بنلاحظ هسه حتى الدورات اللي أنتوا هسه شغالين فيها إشي مهم لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، لتحسين وضعها الاقتصادي، ولازم كل سيدة أو صبية خاصة الصغار بالسن يتعلموا كيف يكونوا موضوع على البرامج، سواء على تيمز سواء على زوم، تطوير قدراتها هاي بفيدها لأسرتها ولإلها شخصيا، لأن الحياة كل ما فيها تتطور، فتطور التكنولوجيا مهم للسيدات. مزبوط ست هيام، يعطيك ألف عافية إن شاء الله. يعافيك يا هلا. طيب الصوت عندك عبد الله بيقطع، يعني بيقطع الصوت اللي مثلا يشغل السبيكر لو يحط ميوت يعني يغلقه عشان نقدر نسمع بعض. ما في مشكله، ما في مشكله ست هيام. تمام. ست ثروه شو رايك انت بالامور اللي حكينا فيها؟ أنا بأيد اللي حكوه زميلاتي، ضروري إنه الستات كلهم يتعلموا على هاي الأشياء التواصل، يعني حتى مش بس الستات، هو بشكل عام المجتمع كله، لأنه صار أكثر تواصل التواصل عن طريق برنامج زوم أو إذا كان عن طريق أي برنامج ثاني، هم فعلا بحاجة لأنه يصير في عندهم ثقافة باستخدام هاي البرامج، لأنه أنت عارف أنه بعد كورونا صار صعب كمان ينجمع، يعني
أشخاص بمكان واحد، وحتى لو جمعت الأعداد اللي أعطوها مثلا يعني حشدت الناس لتشتغل، أول إشي بده يكون عدد قليل، والإشي الثاني راح تضل تحت الخطر إنه ما بتعرف مين خارج المنطقة طلع مين خالط، فبتحس إنه أنت يمكن تحمل مسؤولية أكثر إنك بدل ما تعطيهم إشي فائدة بتعمل مشكلة بالبلد أكبر. فهي ضروري إنه نعطي يعني يتعلموا الناس على هاي الثقافة. صحيح، يعطيك ألف عافية يا ربي. أستاذ صلاح شو رأيك؟ والله أكيد يعني أنا بتوافق بشكل كبير مع الصبايا، بس كمان بدي أضيف شغلة مهمة إنه مدى معرفة الصبايا أو الشباب يعني سواء كان ذكور أو إناث بالبرامج اللي موجودة اللي بتقدمها مجتمعات المؤسسات المجتمع المدني. يعني في عنا إحنا مشكلة، كثير من الشباب ما عندهم معرفة بالأشياء اللي تقدم إلهم سواء كانت تدريبية أو تثقيفية أو هذا، فهي مشكلة كثير. ما بعرف أنا هو مين السبب أو مين السبب الرئيسي في هاي المشكلة، بس هي حقيقة مشكلة كبيرة بنواجهها، إنه في ناس شباب كثير ما بيعرف بالبرامج اللي بتقدم من قبل مؤسسات المجتمع المدني. صحيح. طب هلا شو الحل اذا في كان في اعلانات صلاح وكان في ناس قاعده عم تشهر المشاريع هاي وقاعده عم تعطي جلسات تعريفيه، يعني بتوقع ما في، مش عارف هل هم سوء استخدام ما بيعرف يستخدموا الانترنت او ما عندهم خلفيه عن استخدام الانترنت والبرامج هاي؟ لا هو في، مش انه سوء استخدام، مش انه ما بيعرفوا يستخدموا الانترنت، بس هو يمكن توجههم بالنت على إشي ثاني، يعني هم بيستخدموا النت بتوجهات غير مفيدة يعني. آه مزبوط، ممكن على الألعاب والأمور هاي. طيب خليني أعطي بس أوسع نطاق الحديث عن مشروعنا بشكل أدق وأكثر بشكل سريع كمان حتى نفتح النقاش ما بيننا وما بين بعض. مشروعنا زي ما حكيت اسمه تمكين اقتصادي وتطوير وظيفي للمرأة بالأردن، ممول من الحكومة الكندية ومنفذ من قبل منظمة ويسك والصندوق الأردني الهاشمي. بالطبع التدريب الملصق الإداري الطبي 6 أشهر، 4 شهور نظري، 2 شهر عملي. الهدف منه رفع كفاءة المرأة في سوق العمل، توفير فرص وظيفية للفتيات إما نفس المناطق أو مناطق قريبة إلها، تشغيل فتيات في التخصصات الصحية. تعرفوا أنتوا دائما تتوجه المرأة للقطاع التعليمي سواء تدرس من البيت أو من المدارس أو سواء من المدارس الخاصة أو الحكومية أو مراكز تدريس بشكل عام. فكان القطاع المهم للمرأة ما بعد القطاع الصحي هو ما بعد القطاع التعليم هو القطاع الصحي، فأصبح في إقبال عليه. وللأسف قاعدين حاليا في وقتنا قاعدين عم نشوف إنه نسبة عمل المرأة ضعيفة بالسوق. مين بأيدني بهذا الإشي أو لا؟ هذا أكيد. نعم، فللأسف هذا اللي قاعدين عم يشوفوا، إحنا نسبة عمل المرأة جدا ضئيلة بسوق العمل، ما في أي مشجعات حتى تشاركها المرأة بسوق العمل، دائما بنشوف التوجه للرجال أكثر. فإحنا بنحاول نوعي قدر الإمكان على أهمية عمل المرأة بسوق العمل. فزي ما حكينا المدة التدريب هاي الهدف منها رفع الوعي عند المرأة، تمكين المرأة اقتصاديا، تصير الامرأة تتحول من فئة المعالين إلى فئة المؤيلين، تعيل زوجها، تعيل أهلها، تعيل نفسها، وتوفير احتياجاتها لها. فهذا أول برنامج. البرنامج الثاني كمان معاون رعاية صحية، وإحنا قاعدين عم نشوف في إقبال عليه جدا جدا. ها المعاون رعاية صحية اللي هو تقديم خدمة من فتاة لفتاة، فكيف تأخذ، كيف تشرب دواها، كيف تقيس ضغطها، كيف الأمور الاحتياج العادية زي اللي بتقدم رعاية. في عمان إذا بتشوفوا بعض المراكز اللي بتجيب فتيات تحاول تقدم رعاية للأهالي، فهذول الفتيات مقابل مبلغ مادي هذول بيقدموا رعاية إما لكبار سن أو إما لشخص عنده عجز معين أو عنده لا سمح الله بحاجة لحد يرعيه لظرف معين. فبالتالي الآن صار التوجه عليه، صار الهدف إنه نخدم بنت البلد أكثر من الأشخاص اللي من جنسية آسيوية أو جنسيات أخرى هم اللي بيشتغلوا فيه. فهذا جدا مهم بالنسبة إنه لهذا المشروع. لما تحكي عن معاون رعاية صحية فعمان قاعد بتأخذ البنت ما يقارب من نحكي من
60 دينار لحوالي 80 دينار اليوم الواحد على تقديم الرعاية لهذا الشخص. فبالتالي احنا دائما بنحاول نشترك الفتاة بتخصصات جديدة ممكن انهم يستفيدوا منها بسوق العمل، وممكن يطوروا فيها من شخصيتهم على حالهم. يعني احدى الفتيات اللي تدربوا معانا صدفت انه اعطوهم بالتدريب عن الجلطات والامور اللي ممكن تصيب الاشخاص، فبالتالي خلصت التدريب وامورها تمام، فسبحان الله صار ظرف عنده انه والدها تعب، فانطروا نقولوه على المستشفى. فبعد ما نقلوه على المستشفى صفى انه فحصوا وحكوا لهم ما في اشي، فسبحان الله الجلطة ما بتبين اعراضها الا بعد ربع ساعة او نصف ساعة من اعادة الفحص. فردت قالت لا انا بدي استنى ليعيدوا الفحص، واستنت من المستشفى بالفعل عادوا الفحص وتبين انه عنده جلطة. فبالتالي حتى الخبرة ممكن تكتسبها على الصعيد الشخصي من خلال البرامج التدريبية، ممكن تتأثر فيها لعائلتها، تفيد فيها المجتمع اللي حواليها، وممكن تبني بزنس خاص بعد هيك بعد ما تخلص منه. يعني بإمكانها من شهادة مزاولة العمل تفتح المؤسسة اللي هي بدها إياها ضمن الشهادة اللي هي استلمتها من مراكز التدريب ومن الصندوق الأردني الهاشمي وجمعية وسك. سيد ناظم أهلا وسهلا فيك. يسعد قلبك. يلا يسعدك. فناظم الرحامي معنا من جمعية موسى الساكن. سلام للجميع، الله يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك. ناظم، قاعدين بنشوف هسه كيف أثر كورونا على المجتمع اللي حوالينا، قاعد عم بيأثروا علينا في الأردن بشكل عام، وبنحكي بالأخص بشكل الجمعيات. يعني الجمعيات هلا بعرف إنه عندها التزامات، وبعرف إنه عندها عدم مؤاخذة شراكات مع منظمات، كيف قدرت تحل هذه الأشياء؟ انت عارف اكيد الجمعيات هدفها دائما انه احنا نشبك معاهم حتى نستفيد ونوصل لاكبر عدد داخل المنطقه. احنا جاهزين سيد عبد الله لاي اقتراحات او اي شراكه في ظل الظروف اللي احنا فيها. ابدا احنا جاهزين. تمام، بس شو رايك في اثرها؟ اثرت بشكل ايجابي او سلبي كورونا ناظم بشكل عام على المجتمع؟ شوف بصراحة، يعني أول شيء يعطيكم العافية جميعا. بصراحة التأثير كان واضح على المجتمع ككل وعلى الجمعيات بشكل أخص. تقيد دورها، تقيد وجودها، إلا من رحم ربي اللي استطاع أنه يتواصل مع المجتمعات المحيطة والناس المحتاجة. لكن في ظل ظروف يمكن تبادرت الأذهان إحنا في جمعية لمشاريع ممكن تدعم دور الجمعيات وتدعم دورهم في تجاوز المحن اللي مرت على الجميع. فممكن يكون في مبادرات نشأت عندنا وقاعدين نخطط لها ونجهز لها إن شاء الله، وممكن يكون في بيناتنا شراكة في هذا الموضوع مع جمعيات داخل السلط ومن خلالكم أستاذ عبد الله. يعطيك ألف عافية ناظم. هسه أنا ما بعرف إنه أنا حسيت في أثر إيجابي انتقل حتى صفوا في سيدات أعمارهم ما بين الأربعينات والخمسينات قاعدين بيتعلموا على البرامج التدريبية اللي على 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 اللي قاعد عم بتتم على البرامج الإلكترونية على برنامج السوشيال ميديا. يعني في ناس ما بتعرف مثلا تفتح، صار تفتح على الفيسبوك أونلاين تشوف، صار في جلسات على برامج زي الزوم زي التيمز، فأكثر من برنامج صار التركيز عليه. طيب شو رأيكم أنتم بالقطاع الصحي؟ هل هو مهم للمرأة في وقتنا الحالي أو لا؟ أكيد مهم وأهم أكثر من الفترة الماضية. تفضلي. يعطيك العافية. يعافيك ربي، هلا. كيفك أستاذ عبد الله؟ حياك الله. هلا دكتور محمود العلوان، جمعية البيرة الخيرية. هلا دكتور محمود، حياك الله. كيفك؟ شو أخبارك سيدي؟ يعطيك العافية جميعا. يعافيك ربي. بالأول بدي أتناول أرجع لسؤالك حول جائحة كورونا ومؤسسة المجتمع المدني. ولا يهمك، تفضل. سيدي احنا يعني كجمعية أول شيء حوالي 10-12 جمعية في محافظة البلقاء لها شراكة مع نور الحسين، على أساس أنه مثلا من شهر 3 أو 4 بلش المشاريع وتأجلت بسبب كورونا لأنه تجمعات، يعني هي عن الحشد وعن التدريب. احنا كجمعية البيرة كما إن مشروع مع اليو أن تمكين اقتصادي للمرأة وبرضه تأجل، ونظام جورس مع رئاسة الوزراء تأجل.
هلا بالنسبه للقطاع الصحي استاذ عبد الله معي؟ الو سخن المي شهد فعلا ما شفناش معك يا دكتور معك دكتور كمل قطاع يا ريت انه بعض المشاركين يكونوا بغرف مغلقه بدل صوت الاطفال وكذا لا لا بس شغل استاذ عبد الله بالنسبه للقطاع الصحي مهم جدا لانه كل بيت يعني هو يعني بكل بيت القطاع الصحي كل بيت الان في مريض سكري او ضغط او قلب او كذا فالان التدريب زي ما تفضلت زي ما تفضلت انت سابقا انه التدريب قد يخدم الاسره حتى لو ما توظف هو خدم اسرته وصار عنده وعي صار عنده ثقافه صار عنده خلينا نقول زخم صحي داخلي يخدم فيه جيرانه يخدم فيه بيته يخدم فالقطاع الصحي والتدريب عليه يعني خلينا نقول انا اشوفه من اهم الاشياء بحكم الصحه اهم شيء في الحياه وشكرا يعطيك الف عافيه دكتور الله يعافيك ما بعرف شو رأي الزملاء الثروة ما بعرف ست أم أحمد مين ست أم أحمد حياك الله أنا من رأيي إنه يعني هاي من أهم الأشياء اللي ضرورية للستات خصوصا الفترة الحالية لأنه إحنا بنمر بظروف أصلا يعني بحاجة لطاقم صحي كبير بالمملكة مش بنحكي إحنا على مستوى صغير على مستوى كبير يعني خصوصا مع الأحداث اللي بتصير معنا وكلنا زي اللي نتعامل مع إشي مجهول كمان هاي من جهة الجهة الثانية إنه كل الدراسات العالمية بتوجهها على إنه راح تكون الشريحة الأكبر للمرحلة القادمة راح تكون كبار السن فهدول العالم كلها بدها رعاية صحية وبدها ناس تساعدها راح يكون شريحة الشباب يعني ضعيفة كتير مقابل شريحة كبار السن وضروري يكون في يعني جنود مجندين لهاي المرحلة طيب هسا بدي أسألكم سؤال هيك وين إحنا الآن من التحديات المجتمعية اللي بتواجه المرأة في منطقة البلقاء شو دورنا فيها يعني دورنا رفع الوعي تمام والتقسيم التقليدي للعمل اللي قاعد هسا عم بتقسم يعني إحنا قاعدين عم نشوف إنه دور المرأة شوي محدود في عدة مهن مزبوط صحيح فشو دور استاذ عبد الله استاذ عبد الله بعد اذنك تفضل نعم هلا احنا لازم نوصل لمرحله التقبل للمهنه الطبيه احنا يمكن كان لنا شراكه معاكم خلال الفتره اللي راحت وكنا نعجز عن وجود مشاركين يمارسوا هذه المهنه ضمن الشروط اللي كانت مقترحه نعم. فما كان في تقبل من المجتمع كمجتمع لهي المهنه الطبيه لكن لو فكرنا لأبعد من هيك ونستغل فرصة وجود جائحة كورونا هي رب ضارة نافعة نعزز الفكر الإيجابي تجاه المهن الطبية من حيث أن يكون في بكل أسرة زي ما بتحكي وجود صندوق إسعافات أولية معناته في شخص قادر على استخدام هذا الصندوق قادر على أخذ الحرارة الضغط هاي المهن الطبية أصبحت يعني بحاجة لداخل البيوت فلازم نفكر بشكل او يعني بشكل اوسع انه كيف ممكن نستقطب اكبر عدد من الناس عشان تستفيد وممكن يفيدوا داخل مجتمعهم اول حركه لازم تكون انه يتقبلوا هاي الفكره وهذا اللي احنا اللي شفناه انه ما في تقبل للموضوع شكرا صحيح كيف ممكن يشجع ناظم على الامور هاي كلياتها شوف في اشياء كثيره يعني تتطلب منا انه نكون متكاتفين فيها اول شيء اذا بدنا نستقطب هذول الناس لازم يكون لها حافز يعني الحافز المادي انه انا بدي اروح اخذ هاي الدوره التدريبيه لازم يغطي حاجتي الماديه اللي انا محتاجها خاصه انه انا طالع من بيتي رايح اتدرب ويمكن يكون هذا التدريب مناسب لي او مش مناسب بس انا محتاج ماده او سيوله توديني لهذا التدريب يمكن انه لو نعمل يكون جزئيه حافز مادي انه يروح الشخص ويتدرب ويحصل على حافز مادي يمكن هذا يكون دافع انه انا راح اكسب خبره وشهاده اضافه انه مش خسران شيء انه انا على الاقل اجاري مدفوع مثلا تمام مزبوط تسمح لي يا استاذ عبد الله تفضل اخوي سلام هو يعني اذا حكينا انه والله الفتيات غير متقبلات بالمجمل هيك لا في تقبل بس في مشاكل بتعيق انها تتقبل
يعني احد المشاكل الرئيسيه يعني انا سمعته من الصبايا انه والله انا بديش اشتغل انا ما بقدر اطلع لعمان مثلا اشتغل، حتى لو اني انا مثلا اخذت الدوره هنا ونجحت فيها تمام وكل شيء تمام، بس انا ما بقدر اشتغل بعمان، لان مثلا واحده بتشتغل ساكنه بصبيحي او بدير علا او في مناطق مثلا مثل علان او غيرها، فهي صعب عليها انها تطلع على عمان تشتغل، هي بتدور على منطقه قريبه لها بحيث انه تتمكن انها تروح وترجع قبل ما تجيب الشمس يعني. فهي كثير نقطه مهمه للفتيات يعني، انا سامعها من اكثر من بنت تحكي حتى لو انا لو خلصت هذا وين بدي اشتغل؟ بحكي لها بعمان، بحكي لها بعمان انا ما بيناسبني انا اشتغل بعمان، حتى لو توفرت فرصه عمل لها بعمان بحكي لك انا ما بيناسبني. فهو لازم يكون في هناك تركيز على المناطق، توفير فرص عمل داخل منطقه محافظه البلقاء. يعني كل محافظه محافظه، مش ضروري انه انا مثلا اوفر فتيات للخدمه هاي واوديهم عمان يشتغلوا، المفروض نوفر لهم خدمات شغل هون في نفس المحافظه. صحيح صلاح، بس بتعرف شو اللي بيفرق عنا؟ اللي بيفرق عنا انه القطاع الخاص محدود بالسلط. يعني نحكي بعرف فهذا للاسف انت عارف، هلا اذا بدنا نمشي مع قطاع حكومي في عندك ديوان الخدمه المدنيه، فديوان الخدمه المدنيه في ناس على الارقام ما يشوفوا الامور هاي كلها تم، انه بالسلط قاعده هلا فتح مستشفى السلط الجديد، ففي اقبال كانهم عليه الناس قاعد، الناس حتى لما بتقول لي عبد الله انه ما بنقدر نشبك فيه او ما بنقدر، بالفعل احنا لو بايدينا وبنقدر نشبك فيه، بالعكس احنا بدنا مكان يوفر وقت ووفر جهد ووفر فلوس للبنت بالنهايه، يعني اكيد مش راح تاخذ الراتب هذا بتشتغل فيه وبالنهايه. انا اللي بدي احكيه استاذ عبد الله، صحيح كلامك استاذ عبد الله، انا بحكي انه في اقبال من الفتيات، يعني هي انت بتحكي عن مستشفى السلط، مستشفى السلط عليه يعني ضغط كبير من قبل طلبات العمل من الفتيات بدهم يشتغلوا، بس هي النقطه هي انه بتحكي لك انا ما شو بديني على عمان، يعني ما حتى لو بدهم يعطوني شو ما يعطوني ما اهلها ما برضو، اذا هي رضيت اهلها ما برضو. يعني احنا بدنا نحكي المشكله مش بس من زاويه معينه، من جميع الزوايا، يعني سواء كانت اللي هي دائما بنحكي عنها اللي هي اللامركزيه، انه نوفر فرص بكل محافظه، نوفر فيها الفرص الخاصه فيها، فهاي بتنتقل من بدل ما ضلت رايحة جاي على عمان أو يكون شغلها هون موجود. هاي أحد الأسباب، أنا بعرف إنه هاي الشغلة مش ما لها دعوة في البرنامج، إنه نعرف إنه إحنا المشكلة مستشفيات القطاع الخاص موجودة ما أغلبها يعني، فإحنا عارفين هالحق، بس أحكي لك هاي أحد الأسباب اللي بتحث اللي بتخلي البنت تفكر تعد للعشرة قبل ما تدخل في هيك مشروع. بينما إنه أنا علقت على موضوع إنهم غير متقبلات، لا الفتيات كثير يعني في منهم كثير متقبلين الفكرة، حتى يعني بنات مخلصات بكالوريوس إنه بتحكي لك أنا بدي أشتغل، بدي إذا أي إشي بدي أشتغل، يعني ما عندها عيب، ما في إشي اسمه بطل ثقافة العيب إنه أنا أشتغل مثلا في موضوع الممرضة أو معالج طبي أو كذا، ما عندهم مشكلة في هذا الحكي أبدا يعني. بس هي مشكلة بتضل مش المشاكل هاي، أول شيء الأهل إنه تروح على عمان وتيجي، ثاني شيء اللي حكاه أستاذ ناظم اللي موضوع يعني أنا بدي ماشي، بس أنا ما عندي قدرة إني أجي مثلا من صبيحي أو من دير علا على الصلط مشان آخذ الدورة، يعني ما في هاي بدل المواصلات أو اللي هو هي مش عملية هي عملية إنه أنت تخليها تصل، هي ما عندها إمكانية إنها تصل. وشغلة ثالثة اللي هي أنتم كنتم يعني مركزين على موضوع إنها تكون معها توجيهي وأكثر. نعم سامعني. بالنسبه للتوجيه صلاح، التوجيه وزاره العمل هسه احنا مش هدفنا بس إن لا انا بحكي لك على الاسباب، انا ما بحكي على بحكي لك الاسباب اللي يعني هاي ممكن انت تطرحها على بحكي من الاسباب انه كمان انه لازم يكون توجيهي ناجح، يعني لو كانت مثلا عاشه المهم يعني تعرف تقرا وتكتب وشوف وضعها كويس في القراءه وبالكتابه لا بس. هسه توجيه الناجح هو حتى البنات نقدر نعطيهم شهادة مزاولة عمل من وزارة العمل، فوزارة العمل هم بيطلبوا منا اللي هم شهادة توجيه ناجح. ليش حتى تعطيه شهادة مزاولة؟ ما بيطلبوا أقل من هيك، لأنه بناء على استراتيجية هي عندهم أو أمور ترتيبات هم قاعدين بيشتغلوا فيها، فهذا هم اللي بيطلبوه، عرف كيف علي؟ فانا ما بقدر مثلا اجيب واحدة توجيه عاشر او يعني حرام يعني هاي المتطلب يا جوده انا كثير مساء الخير للجميع عبد الله هلا يعني هاي مساء الخير هلا مساء الورد حياك الله انا دكتوره فاطمه نسور بمسي على الجميع حياك الله دكتوره الله يحييك احنا جمعيه سيدات الاسر الاردنيه
حياك الله حياك الله. هلا ست هلا ستي هلا. كل الاحترام والتقدير للجميع. يسعد. آه تفضل صلاح كمل. أنا بحكي كنت بحكي إنه المتطلبات هاي مش مقدسة، يعني ممكن يتخلوا عنها، ممكن يتنازلوا عنها مشان إنه يطلعوا مزاولة مهنة، يعني مش ضروري إنه أنت تحط هالعقدة في الموضوع هذا، إنه تخلى عنها مش ضروري. المهم إنها تقرأ وتكتب وتعرف كيف تستخدم الكمبيوتر. الآن كله الآن الجيل الآن كله بيعرف يستخدم التكنولوجيا، يعني ما في حدا ما بيعرف يستخدم التكنولوجيا. فليش إحنا نظل مصرين إنه لا بدنا توجيه مشان تأخذ مزاولة مهنة؟ ممكن فيها يعني ممكن إنه نأخذ ونعطي فيها. هسه شوف فما يكون هسه اكيد كلامك ممكن ناخذ ونعطي ويكون في عندنا شراكات مزبوط ما ونحاول نوجد مبررات لصندوق نحكي مع التدريب المهني او وزاره العمل والامور هاي كلها. بس هم صلاح هم بيحكوا لك هم بيعتمدوا اعتماد تام على المتعلم او الدارس توجيهي ناجح كحد ادنى، بحيث انه في عندك مواد تدريبيه باللغه الانجليزيه لازم تتدرب عليها، عندك مواد مترجمه من كندا، المادة التدريبية اللي هم بيعطوها إياها لازم تكون كيف المراحل اللي هي عدتها بالمدرسة، لازم تكون معاها خلفية عن هاي الأمور كلياتها لحتى هم يقدروا ينافسوا فيها. عرفت كيف علي؟ وعاد عن هيك سوق العمل بيقول لك أنا بدي بنت تكون توجيهي ناجح حتى تدخل مع المرتبات اللي هم السكرتارية والأمور هاي كلياتها بالقطاع الخاص، عارف زيت منسق الإداري الطبي أو معاون رعاية صحية. هسا مزبوط أنت مثل ما حكيت ممكن كمعاون رعاية صحية في مراكز بيشغلوا فتيات ما معهم توجيه ناجح، مزبوط. بس أنا هدفي لما أنا مثلا بأخذ 20 منسق إدارية وعشرة معاون رعاية صحية كل كورس تدريبي، أنا لو بدنا يعني لو بدنا يعني نحكي لك ننتقي أكثر، يعني أنا بالنسبة لي كعبد الله بحس الالتزام عند الفتيات اللي دارسات أكثر من الفتيات اللي مش دارسات، بحسهم عن جد إن هذيك حابة تتدرب في إشي معين. يعني زي اللي مثلاً بتكون خلص توجيهي محاسبة بتقولي عبد الله أنا بدي أفوت حتى لو ما مش بتخصص، بس بدي أحاول أدعم شهادتي، أشبك مع المستشفى اللي أنا فيها، أحاول يعني هذا بتشوفه كثير. يعني أنا لاحظت خلال التدريبات بحس في ناس دخلوا على التدريب وحاولوا يسجلوا والأمور، بس لقيت الالتزام أكثر عند الأشخاص المتعلمين وعارفين إنه عنده هذا الالتزام بالتدريب والتوقيت والأمور هاي كلها. هذاك لا، يعني يوم بتتأخر إلا ما تلقى ناس عن جد حابة تتدرب من قلب رب.